انا عارفه انك ممكن ما تبقيش مصدقاني في الكلام اللي بقوله لك، بس والله ده اللي حصل. انا فجاه لقيت نفسي ركبت العربيه ونزلت منها في البلد اللي معرفهاش دي، وما عنديش اي فكره هعمل ايه او هروح فين. بس انا معايا فلوس، يعني ممكن تكفي اوضه صغيره كده ليا انا وبنتي، ومش مهم فين، ان شاء الله حتى في الطرق. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان بنتي ما تعيش العيشه اللي انا عشتها، والاهم من كده ان هو ما يلاقيناش. عيني فلوسك، انا لو هسيبك تباتي هنا الليله فده عشان خاطر البت دي بس. انما بقى بخصوص اللي انت حكيتيه، فالله يكون في عونك. انا ان كان عليا فيا اللي مكفيني ومش ناقصه، ومش هقدر اعمل لك حاجه. اخري معاكي اوصل معاكي الصبح لحد الموقف، اركبك عربيه وادلك كمان على الكنطه تقعدي فيها لحد ما تشوفي هتعملي ايه. اكتر من كده ما اقدرش. يعني مفيش امل خالص نقعد هنا في اي حته؟ فين؟ اديكي شايفه البلد صغيره ازاي، الناس هنا كلها عارفه بعض، وكلهم عارفين ان انا وامجد اخويا ملناش اهل ملناش قرايب. ايه فجاه اقول لهم طلعت لي قريبه ومعاها عيله صغيره كمان من تحت الارض ازاي؟ عندك حق، انا اسفه والله مش قصدي اضغط عليكي، انا بس مش عارفه اعمل ايه. استغفر الله العظيم يا رب. شكلك جعانة. لا لا متشكرة. متشكرة ايه؟ الليلة لسه طويلة. انا هقوم اشوف لكم حاجة تاكلوها.